ثروتنا فيكم أهم من ثروة 3 مليون برميل، وهي حقيقة. بدونكم ما في 3 مليون برميل، بدونكم ما نقدر نكمل المسيرة. نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة. نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم 1 في العالم، ما نقدر نقبل رقم 2. توفقنا بقيادة حكيمة، مش ذكية بس، لا حكيمة، حطت البنية التحتية صح، حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع فيه، أن نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة.